أهلا بكم متابعين إلى موجز أخبار الآن في دقيقة. البحرين تطالب رعاياها بمغادرة لبنان على خلفية التطورات مع توخي أقصى درجات الحيطة والحذر. اشتباكات واحتجاز رهائن في هجوم لداعش في عدن اليمنية. قتل وجرح بهجوم انتحاري وسط كركوك في العراق. تركيا تعلن أن روسيا قررت إرجاء مؤتمر السلام حول سوريا بعد أن كان مقررا في 18 من تشرين الثاني نوفمبر في سوتشي. السعودية تعلن أنها ستجمد الحسابات المالية للموقوفين على خلفية قضايا فساد. الولايات المتحدة تأمل حل أزمة الروهينجا دبلوماسيا من دون استبعاد فرض عقوبات. إيطاليا تجري تحقيقا حول غرق زورق مطاطي انطلق من ليبيا وأسفر عن مصرع 23 امرأة وإجلاء 30 ألف شخص في فيتنام بسبب الإعصار دامري.